ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هذه الدفعة الثالثة سحب بيض. طيب. هذا كله على متكاسل لا ترجع. متكاسل لا يرجع يجيب طبق. ما شاء الله تبارك الله إنتاج البيض ويتم سحبه الصبح والظهر وفترة العصر، يعني ما يترك بوقت واحد يسحب. بعضهم يقول أنا العصر أبدأ أجمع مرة واحدة، لا، الأفضل إنك تجمع أول بأول لتفادي أكل البيض للدجاج، وكذلك وضع البيض البلاستيكي. وهذا هو البيض البلاستيكي، ودائما نتكلم عنه، ضروري وضعه عند الدجاج الطيور بشكل عام، بط رومي وغيرها، يعني يكون بالأرض بحيث أن الدجاج يتعود على البيض البلاستيكي، يجي يطقه ما يطلع فايدة. الحين يبدأ بعد بجمع الدفعة الثالثة من إنتاج الفيومي الذهبي، الصبح جمع والظهر جمع والحين الجمعة. ما شاء الله. هذا بعد جمع البيض، وهذا هو البيض البلاستيكي اللي نوفرها بكل حظيرة، كل حظيرة بيضتين ثلاث أربع ما يمنع، ممتاز. يعني حتى لو الدجاج اللي عندك أو الرومي أو غيره ما يأكل البيض، وضع البيض البلاستيكي زين وقاية وممتاز، وتعود الدجاج على أنه يشوف البيض قدامه على طول ولا يتعرضه.